اهلا اهلا يا مريم. اهلا يا فندم. انا اسفه على التاخير، اصل بره الدنيا زحمه موت. ما تقلقيش، مش اي حاجه خالص. بس عايزه اقول لك حاجه. اتفضلي. قبل ما نبتدي شغل مش عايزاك تقولي لي يا فندم وسيادتك يعني. تحبي اقول لك ايه؟ سميه طبعا. ماشي يا سميه. اكتر حاجه عجباني فيك انك عمليه. هتعرفي تظبطي لي مواعيد المكركبه بتاعتك. اكيد ان شاء الله. تعالي نتفرج على بقيه الفيلا. بصي، مكتب هاشم اهم اوضه بيهتم بيها يا هاشم. مكتب، نظافه مكتب، مفيش ورقه تتشال من هنا ولا تتحط هنا. ما بتنظفوه ازاي؟ والله ما اعرفش، نادره وسميره هما اللي بيعملوا الموضوع دوت، انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. ده المطبخ. مساء الخير. مساء الخير استاذ. خليكم مستريحين. المخبأ السري بتاع كل العيلة، السموكينج اريا. ازاي مخبأ وكلكم عارفينه؟ بينها طواطق يا ست. طواطق. كل واحد فينا بيتصرف كأنه مش واخد باله التاني بيعمل ايه. تطواطقي معايا؟ اتواطق معاكي. المكان هنا تحفة. بس اعملي حسابك. محدش عارف ان انا بدخل. هو انت بتدخني؟ تفكري في ايه؟ هاشم عنده ضيوف النهارده. كانوا زمانهم وصلوا. تعبت. حقيقي تعبت. انا ممكن اريحك. ممكن استلم شغل من دلوقتي لو انت عايزه. شوفي انت عايزه ايه انزل اجهزهولك حالا. اشربي بقى لوحدك. Yeah.